حجم الورم الليفي الطبيعي. للأسف مفيش حاجة اسمها حجم ورم ليفي طبيعي، هو الطبيعي ان ما يبقاش فيه أورام ليفية خالص، لكن الحجم بتاع الورم الليفي ده ما يأثرش معايا في القرار بتاعي في طريقة العلاج. يعني ورم ليفي حجمه 2 سنتي جوه تجويف الرحم ممكن يعمل نزيف شديد واضطر اشيله، لكن ورم ليفي حجمه 10 سنتي خارج تجويف الرحم مش عامل اي اعراض، ممكن اقول لك تابعيه معانا كل 6 شهور لكن مش هعمل لك اي عمليه او تدخل جراحي. تابعونا في الحلقات الجايه للاجابه على استفساراتكم واسئلتكم.